أهلا بكم من جديد. انتهت الجولة 18 وخسرت أو خسر أغلب الفرق الكبيرة اللي كانت تنافس على صدارة الترتيب عدا الاتحاد، كان هو المستفيد الأكبر، وجاء من بعده أكيد فريق الشباب. خلونا نستعرض معاكم مباريات الجولة، كيف كانت الجولة 18 ونبدأ فيها. المباريات الجولة 18 بدأت في مباراة الشباب والفتح، والشباب كان أحد الرابحين من هذه الجولة لأن كثير تعطلوا في هذه الجولة، كون فاز بهدف مقابل لا شيء، هدف ثمين قبل نهاية المباراة بخمس دقائق. التعاون اللي كان الشباب أيضا يتمنى خسارة التعاون، والتعاون اللي حقق نتائج لافتة خسر في ملعب نتيجة غير متوقعة بثلاث أهداف لهدفين بعد تألق لافت لهتان باهبري في هذه المباراة. يوم الجمعة التقى هجر والفيصلي، وفاز الفيصلي وحقق المهم بهدف ووقف انتصارات هجر اللي كان ماشي بشكل مميز في مبارتين على التوالي، لكن ما قدر في ملعبه يحقق أي هذا الانتصار. القادسية خسر من الرائد، والرائد انتعش بهذا الفوز المهم في الدوري، والنصر كالعادة في بطولة الدوري لا يحقق النتائج اللافتة، لعل التركيز أصبح على بطولة آسيا وكأس خادم الحرمين. الأهلي في أول خسارة، نجران اللي قاعد يقدم نتائج مميزة هذا الموسم بعد حضور أنقس ومحترفي الأربعة الجدد اللي حققوا نتائج مميزة، حتى أن محترفي في آخر ثلاث مباريات الأهداف اللي تسجلت والكمية الكبيرة من الأهداف سجلها كلها المحترفين البرازيليين، ثلاثة محترفين من ضمنهم محترف مرايس سجل هدف، والبقية جاءت لبيريرا لثلاثة أهداف والآخر لهدفين. الأهلي طبعا انكسر رقمه ل51. الهلال تعطل أمام الاتحاد في قمة الجولة 18، وكانت هذه المباراة هي مباراة الجولة بالفعل، وحقق الاتحاد المهم وفاز على الهلال رايح جاي. نروح للترتيب العام لهذه الجولة بشكل عام. الهلال رغم تعطله في مباراتين على التوالي قدام التعاون والاتحاد بقي متصدر بأربعين نقطة. الأهلي جاء بعده اللي لم يستغل أي تعطل للهلال، لأن إذا تعادل الهلال تعادل الأهلي، خسر الهلال وخسر الأهلي رغم أن المباريات تكون دائما سهلة للأهلي. الاتحاد وهو أحد الرابحين تساوى مع الأهلي في المرتبة الثانية، وصار الفارق نقطة واحدة عن الهلال، وهنا مكمن الفرس، يعني أن التنافس اللي أصبح ثلاثي بين ثلاثة فرق، التعاون مو بعيد، الشباب أيضا مو بعيد، وظلت باقي الترتيب هجر في المرتبة الرابعة عشر في المركز الأخير. في الثلاث جولات الماضية حقق انتصارين لكن خسر قدام الرائد، والرائد اللي انتعش بنقاط هجر على الأقل خرج من دائرة الصراع على الهبوط. القادسية كانت خسارته أيضا موجعة في المباراة الماضية، هي اللي كانت قدام الرائد عفوا، الهجر خسر أيضا قدام الفيصلي، وبالتالي الصراع على الهبوط ظل كما هو، صراع واضح خماسي بين الفرق الخمسة وخماسي للفرق اللي متصدرة من الهلال وحتى فريق الشباب في المرتبة الخامسة. طبعا كانت هذه أبرز يعني ما ذكرناه في المحور الأول عن ترتيب الفرق وعن أيضا المباريات التي أقيمت، ولعلنا نأخذ أيضا تركي السلطان من الرياض محلل NBC برو سبورت. أهلا بك كابتن سلطان. يا مرحبا، حياك الله أخي خليل وحيا السادة المشاهدين. إيش العنوان الأبرز لهذه الجولة كابتن؟ والله خلينا نقول يعني المنافسة الآن أصبحت يعني في وضع مختلف عن الفترات الماضية أو الأسابيع الماضية، حتى على مستوى الفرق اللي في آخر الترتيب في الدوري الآن أصبح لها، خلينا نقول لها يعني كلمة في المباريات، طبعا بالتحديد أقصد مباراة الأهلي ونجران. يعني في متغيرات كثيره في هذه الجوله، ومتوقع طيب. انه في الجولات القادمه الثمان المتبقيه راح يكون في متغيرات اكثر. طيب هنفصلها معك كابتن بشكل اوسع، ولكن بعد هذا الفاصل.
اهلا بكم الجوله 18، نستعرض معكم ملخص احداث هذه الجوله. سقوط الكبار هو عنوان مواجهات الجولة 18 من دوري جميل، ومفاجآت من العيار الثقيل شهدتها اللقاءات السبعة. صدارة الهلال لترتيب الدوري هددته صحوة النمور، وهدف اللقاء الوحيد كان أكثر من كافي لانتزاع ثلاثية المواجهة والظفر بالفوز الثمين الذي أعاد خلط أوراق البطولة من جديد. الاتحاد تزعم سلسلة عدم الخسارة في الدوري بسبعة مباريات، وهو من حقق فوزه الأول على الهلال في مرحلتي الذهاب والإياب منذ موسم 96-97. الهلال حتى لو مستواه منخفض يبقى الهلال هلال. احنا طبقنا الشيء اللي طلبه مننا المدرب بالحرف الواحد، وهذا الشيء اللي صار. الحمد لله حققنا 3 نقاط. سلسلة عدم خسارة الراقي 51 أوقفها مارد الجنوب نادي نجران، وفجر مفاجأة الجولة الأكبر. سنتان ونيف من انتظام النتائج كسرت في 90 دقيقة، وخيبة الأمل بدت واضحة على جميع أعضاء الفرقة. صراحة احنا كنا محتاجين الهزيمة من أول، يعني أكون معك صريح، محتاجين الهزيمة من أول عشان الواحد يبدأ يعني زي ما تقول يراجع حساباته. جت متأخرة، يعني أتوقع أنها جت متأخرة، يعني المفروض كانت من أول تجي الهزيمة دي، أساس برضه كمان المدرب يعني يغير قناعاته شوية. سكر القصيم تلقى صفعة من الدانا نادي الخليج، المواجهة التي شهدت تفاوتا في الأداء في فترات اللقاء. تمكن أخيرا أبناء الكتيبة الخلجوية من حصد الانتصار المطلوب وتثبيت الأحقية بعد تعادل لقاء الذهاب. يا سلام رب العالمين على هذا الشيء، الحمد لله على كل حال، وفوز إن شاء الله بإذن الله نطمح للجاي إن شاء الله. فرسان مكة عادوا بنقطة يتيمة من ملعب النصر الذي حصد التعادل الثاني على التوالي، والأول لراؤول كانيدا في سدة تدريب الفرقة. 16 هدفا حصيلة أهداف المرحلة في جولة لم يسجل فيها هداف البطولة، وباب المنافسة على اللقب فتح على مصراعيه من جديد، وعشق التتويج بالذهب هو من سيجعل من باقي مباريات الموسم أحداثا كروية ينتظر مشاهدتها لاختتام رواية بطولة عنوانها دوري جميل. معاذ خلوف، برو سنتر. وقبل أن نأخذ هذه التفاصيل الفنية أو ندخل في تفاصيلها بشكل موسع، قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف لاعب نادي الاتحاد محمد نور ل4 سنوات لتطابق العينتين، وهي العينة التي ذهبت في الخارج وتم تطابقها، وبالتالي التحقيق مع محمد نور وأخذ أقواله، وبالتالي أصبح محمد نور لمدة 4 سنوات خارج نطاق لعبة كرة القدم. هذا الخبر اللي يؤسفنا كابتن تركي واللي وصلنا للتو هو رسمي، كيف تشوف حثيثيات هذا الخبر؟ أكيد زي ما ذكرت أخوي خليل، يعني خليني أقول لك خبر مزعج حقيقة، مزعج بشكل كبير جدا. لما تتكلم عن لاعب بقيمة محمد نور على المستوى الفني، على المستوى حتى على المستوى الانضباطي، يعني نعرف محمد نور في من فترة طويلة في نادي الاتحاد يقدم نفسه بشكل جيد على المستوى الفني، على المستوى المعنوي للاعبين، يعني في أشياء كثيرة قدمها محمد نور حتى مع المنتخب السعودي. يعني خليني أقول لك مثل هؤلاء اللاعبين لما يعني يتعرضون لمثل هذا الظرف صدقني خليلنا يعني مؤلم بشكل كبير جدا، لكن نقول الحمد لله، يعني قدر الله وما شاء فعل، و
اللي يعني نتمنى ان شاء الله للكابتن محمد نور يعني التوفيق، ولعل يعني تكون يعني لعل تكون خيره له. يعني احنا ما نعلم الغيب، لكنه في الاخير بالنسبه لنا كرياضيين يعني يعتبر خبر يعني مزعج، وخبر يعني حقيقه غير سار، لكن نقول الحمد لله على كل حال. ان شاء الله، بالعاده قرارات الايقاف تاخذ لها سنتين مثل ما تعودنا، لكن 4 سنوات هذه حناخذها بشكل مفصل في برنامج برو سنتر، اما في اخر شوط او في حلقه الغد. كابتن تركي، نبدأ في مباراة الشباب والفتح. الشباب يعني في الدور الثاني يحقق 4 انتصارات، يسير بهدوء، وجد نفسه الآن في المركز الخامس لكنه قريب من فرق المقدمة. الشباب بالفعل قادر على أن ينتزع مركز من المراكز الأربعة اللي موجودة في سلم الترتيب. يعني خليني أقول لك خليل، لما نتكلم عن الشباب اليوم اختلف على مستوى يعني على مستوى النتائج. اليوم الخامس مباراة للفتح الجبال مع الفريق فوز، يعني 15 نقطة في 5 مباريات، وهذا أمر يعني حتى على المستوى المعنوي، تعرف حتى على المستوى المعنوي وعلى المستوى النفسي يكون له تأثيرات الإيجابية، لأنه يعني في الأغلب أنه ثقافة الفوز، ثقافة الانتصار في المباريات هي ثقافة تراكمية. يعني كل ما الفريق يفوز تلاقي الروح المعنوية ترتفع، الروح النفسية، وأيضا حتى على المستوى الفني. يمكن الشباب اللي يعني اللي تغير فيه بالتحديد يعني هذه النقطة، مع الجوانب أكيد الفنية اللي أضافها كابتن فتح الجبال، لكن خليني أقول لك يعني على الأقل أول شيء بالنسبة لبنيطو أكيد أضاف بالنسبة لفريق الشباب على مستوى الهجوم فرق كبير ما بينه وما بين اللاعب السابق في فريق الشباب، اللاعب المحترف. اليوم أيضا نشوف بدر السلاطين اللي كان في يعني خليني أقول 80% من المباريات كان يكون في دكة البدلاء مع المدرب السابق، اليوم مع فتح الجبال نشوفه يلعب يعني بشكل أساسي في مباريات كثيرة، ويلعب ومؤثر. طيب يعني إما يصنع وإما يسجل. أيضا عبد المجيد صليهم بعد عودته من الإصابة الآن يشارك بشكل جيد، إذن في حتى روح جديدة حتى على مستوى اللاعبين، في زيادة يعني في زيادة لاعبين داخل ملعب بروح جديدة، هذه أيضا أعطت الفريق قيمة. إضافة إلى ذلك طبعا لا ننسى، وأنا بالنسبة لي أعتبره رقم واحد في نادي الشباب حتى هذه اللحظة، اللي هو كابتن محمد العويس، ما شاء الله تبارك الله قدم مستويات ممتازة، ويعني وأعطى اللاعبين ثقة كبيرة جدا في الثلث الأخير أو في المنطقة الدفاعية بالنسبة لنادي الشباب. ممتاز. طيب كابتن، حندخل يعني بشكل سريع وبدقيقة واحدة يعني ناخذ المباريات بشكل أسرع، في بعض المباريات ما نقدر نفصل فيها لضيق الوقت. الرائد القادسية هجر الفيصلي. تفضل. الرائد تمكن من تحقيق انتصار مهم على القادسية، هجر خسر من الفيصلي بعد تحقيق انتصارين مهمين. الهبوط يبدو لي أنه حيتغير وحتكون لعبة كراسي متحركة في المراكز المتأخرة. أكيد يعني الرائد فوز مهم بالنسبة له على القادسية، خصوصا أنه يعني فاز على فريق منافس له في نفس الليفل أو في نفس المستوى، وحتى أيضا في نفس مستوى الترتيب. أيضا بالنسبة للفيصلي الآن يعني يعتبر أبتعد بشكل كبير جدا، وأصبح في مناطق يعني خلينا نقول مناطق آمنة. يعني الهجر، القادسية، الرائد، الوحدة، نجران، كل هذه الفرق الآن في وضع صعب جدا على مستوى النقطي وحتى على مستوى التهديد للهبوط لدوري الدرجه الاولى. المشكله التركي خليل لما نيجي في اخر الموسم يعني قبل نهايه الموسم ب6 7 8 مباريات تبدا الفرق يعني تعمل كل شيء على اساس تاخذ نقطه من المباراه او 3 نقاط، ما كان المجال مفتوح من بدايه الموسم وتره الاعداد. صحيح. نقدم نفسك بشكل جيد، اما تترك الامور لما تكون في اوقات حرجه عليك ان تتقبل كل السلبيات اللي تواجهك والضغوطات اللي تواجهك، وهذا النتاج هو ما يعني ما أتى من فراغ، هو أتى أيضا من حالة استعداد جيد أو استعداد غير جيد. طيب، وهذا ما طبق نادي نجران بالتغييرات الفنية والإدارية الجيدة. نروح للمؤتمر الصحفي لمدربي الرائد. صحيح. والقادسية. Of course that today it was very important to make good results. I'm happy that we did that with the, of course, lot of difficulties. And I know that before the game it will be almost like happened
during the game. هو كان يعني متأكد إنه قبل المباراة ما حتكون يعني الفرص سهلة. Cadizia it looks very 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 good. فريق very organized team. فريق ممتاز تنظيميا. I know that it will be difficult to كان عارف قبل المباراة إنه حتكون في صعوبة في اللعب ضد نادي القادسية. في كرة القدم في الاحتمالات كلها واردة، أن نفوز أن نتعادل اليوم أو أن نخسر، كانت من قبل ما تبدأ المباراة هذه كلها متاحة. لكن مجريات المباراة أن أول ما دخلنا أول ما بدأت المباراة كان الفريق الخصم بدأ باثنين رأس حربة، غيرنا طريقة لعبنا بسرعة في خلال خمسة أو سبعة دقائق، غيرنا اللي كنا بثلاثة محاور صرنا باثنين وثلاثة واحد، قدرنا نمسك بزمان الأمور نوعا ما، هما كثفوا الهجوم على الجهة اليسار يعني نفس الشيء، قدرنا نوقف الأمور هذه، جبنا جول، لكن المشكلة في أنهم الرهان كان كبير عليهم، هم خاصة عندهم اندفعوا جاتهم هجمة أو اثنين، احنا أضعنا جول أو اثنين شوط الأول برضو سجلوا تعادل، الشوط الثاني تقريبا يعني كانت في اتجاه واحد. كابتن التعاون والخليج، التعاون خسر في ملعبه في نتيجة ما حد توقعها، الخليج قدم أداء كبير، الخليج اللي نعرفه في بعض المباريات يظهر الخليج كما يجب، لكن التعاون فرط في مباراة على الأقل لو فاز فيها حيكون فارق النقاط مع المتصدر 3 نقاط. صحيح، طبعا خلينا نقول أنه يعني ما هي غريبة أنه الخليج، عشان نعطي الخليج حقه، ما هي غريبة أنه الخليج يفوز في المباراة مثل ما ذكرت، يعني على 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 حتى لو على التعاون يعني اللي قدم مستويات ممتازة. هو الغريب في الأمر يمكن للتعاون أنك تكون متقدم ب2-0 وما تستطيع أنك تحافظ على المباراة على الأقل حتى على مستوى التعادل يعني، فهذه أيضا كانت على يعني هذا أمر غريب بالنسبة لفريق التعاون. لكن إذا قسناها على المباراة هتشوف الخليج في الشوط الثاني كان وضعه أفضل وبكثير من فريق التعاون. الخوف أنه فريق التعاون بدأ له يعني خلينا نقول ما راح نقول الغرور، لكن خلينا نقول للاعبين بالتحديد أقصد، لأنه المدرب اللاعبين هم نفس اللاعبين، التغييرات اللي حدثت هي نفس التغييرات اللي يعني يجريها مدرب الفريق في جميع المباريات، تشكيلة المباراة أو بداية المباراة نفس التشكيل، بل بالعكس أنه اليوم أيضا حتى شاهدنا فايز السبيعي رجع للقائمة الأساسية بعد إصابته. يعني الأمور الفنية بالنسبة للتعاون كانت على يعني أفضل حالاتها وعلى نفس ما هو يعني موجود في التعاون من ناحية الاستقرار، لكن اللاعبين وأداء اللاعبين في أرضية الملعب يبدو لي تماما يعني من خلال المباراة خاصة لما تقدم مباراة 2-0 ثم يعني ما تستطيع انك تحافظ عليها وتخسر ب3 أهداف، هذا يعني اكيد انه يعني دخل اللاعبين نوع من يعني خلينا نقول عدم تقدير المسؤولية في المباراة نفسها جاي. يعني انه ممكن احنا نفوز متقدمين ب2-0 الامور بدأت تكون اسهل، وبالتالي هذا الحديث مع النفس يؤثر بشكل كبير جدا على المستوى الفني، عكسه تماما بالنسبة للخليج انه احنا ممكن يعني نعمل شيء في المباراة، نعود للمباراة نؤدي، وهذا ما حدث. ممكن يعني هتان كان له دور كبير جدا في المباراة، واللي كان له ايضا دور اكبر يعني القيمة اللي اضافها مدرب الفريق من خلال يعني اشراكه في الوقت المناسب، يمكن البعض يقول يستغرب انه هتان كيف بهذا المستوى وهذه الامكانيات انه يكون في دكه البدلاء، لا في مباريات كثير هتان كان يلعب اساسي ومباريات كان يلعب لاعب بديل، هذه ترجع للمدرب وكيفيه توظيف اللاعب من خلال الاشياء اللي يكتسبها اللاعب، هل هي تصلح في هذه المباراه من اول المباراه او لا، انا احتاجها في اوقات معينه. بالعكس انا اقول انه الخليج في هذه المباراه بالتحديد قدم درس بالمجان انه كره القدم داخل الملعب ولا تعتمد على انك يعني عندك قيمه مثلا فنيه سابقه وعندك نتائج ممتازه سابقه، هذه لا تكفي لك في المباراه انك تخرج فائز، 90 دقيقه تحتاج عمل وجهد وتحتاج ايضا انك تحترم الفريق المقابل ايا كانت النتيجه في المباراه. طيب خلينا نشوف كابتن مقابلات مع ربيع السفياني لاعب التعاون وابراهيم زواهره لاعب الخليج. كابتن ربيع السفياني لاعب نادي التعاون يعطيك العافيه، هارد لك ان تخرج منتصر بهدفين الشوط الاول، تنقلب عليك الطاوله بثلاثيه، ايش اللي تغير بصراحه كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. والله كان يمدينا نحسم المباراه من الشوط الاول، جتنا اكثر من فرصه بس استغلينا في هدفين، و 2-0 اصعب نتيجه يعني تكلمنا في نص الشوطين ان النتيجه صعبه، لي هدف بدري نحاول نعزز نتيجه بدايه الشوط الثاني، لكن الله ما كتب، جاءهم هدف بدري ورجعوا للمباراة،
في الأخير مبروك لهم يعني وهارد لك لنا. أول شيء الحمد لله بنبارك لجماهير نادي الخليج ولإدارتها وللاعبينها ومدربينها بهذا الفوز الثمين اللي كان مهم بالنسبة لنا بعد خسارتين. وكمان يعني من نادي كنادي التعاون اسم كبير في دوري جميل الحمد لله 3 نقاط مهمة. وحتى يعني احنا اليوم انقذنا كل ما نلعب في القصيم ينزل في الشوط الثاني فسمينا اطلقنا عليه لقب سلاح القصيم فالحمد لله رب العالمين فوز مهم زي ما قلت لك نشكر الله على هذا الفوز. كابتن النصر تعادل مع الوحدة بهدف لهدف في الرياض. طبعا يعني خلينا نقول النصر بالنسبه للنصر يعني امتداد لحاله عدم الاستقرار بالنسبه للفريق وايضا عدم يعني الاستعداد الجيد للموسم. يمكن كثير خليل تكلمنا عن هذا الموضوع ويعني حتى الموضوع اشبع طرحا يعني يمكن اي احد الان تساله تقول ليش النصر كذا يقول لك النصر يعني ما استعد جيد كان اللاعبين المحترفين ما تم انهاء يعني موضوع التعاقد مع اللاعبين المحترفين من وقت مبكر الازمات الماليه اللي في 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 فريق النصر واللي موجوده في كثير من الانديه لكن ايضا الان بدا يعني في بعض الانديه تاثرت بهذا الشيء يعني تاثرت من الازمات الماليه وفي بعض الانديه لا موجوده عندها الازمات الماليه ويمكن بنفس الحجم واحيانا وبعض الفرق يمكن اكبر ايضا ومع ذلك يعني مستمره في العطاء مستمره في المنافسه ومستمره في تقديم مستويات المتميزه. فبالتالي يعني كثير من الاسباب بالنسبه للنصر اثرت عليه هذا الموسم بالتحديد بالنسبه للمباراه اظن انه يعني مدرب فريق الوحده يعني قرأ النصر بشكل جيد عمل على على يعني كثير من الامور الفنيه في فريق الوحده يعني الوحده يقدم حتى في مباريات سابقه يقدم يعني مستويات ممتازه لكنه يخسر يعني في مباريات يخسر فيها يعني ما الخساره ما تتوازى مع ما يقدمه داخل الملعب. يمكن مباراه الوحده والنصر يعني اعطتك يعني مؤشر على الاداء الفني بالنسبه للاعبين يعني الى تقريبا اخر 4-5 دقائق من المباراه والفريق يحاول يسجل التعادل وامام النصر وفي الرياض وهذه ايضا قيمه بالنسبه للاعبين انهم عندهم يعني ثقه في انفسهم وايضا عندهم ثقه في قدرات مدربهم وبالتالي قدموا مباراه وقدموا نتيجه يعني على مستوى النقطه تعتبر ثمينه بالنسبه للوحده. طيب خلينا كابتن تركي نشوف لقاءات ومقابلات لاعبي النصر والوحده حسن الراهب واحمد عكاش من النصر وصقر عطيف ومهند الفارسي من الوحده. أولى الأحاديث الكابتن حسن الراهب صاحب الهدف الأول في هذه المباراة وهدف أيضا نادي النصر. رحب فيك كابتن. اليوم تعادل إيجابي تكرار للمباراة السابقة فقط الذي اختلف في هالمواجهة أنه من يعدل هو نادي الوحدة. الحمد لله على كل حال يعني اليوم يعني كنا على قولتنا بدأنا بداية جيدة في المباراة من ناحية تكتيكية في الملعب حاولنا بعد التعادل مباراة الأوزبكي في الأوزسوي نحاول اليوم كنا نفوز نعدل من مركزنا هذا شيء كان احنا عندنا طموح ان نوصل المراكز الخامس الرابع نعدل من مركزنا الحمد لله ما الله كتبها اليوم كنا متقدمين 1-0 كنا نقدر نحافظ على النتيجة لكن اخطاء يمكن بسيطة كانت ما في التركيز راح في اخر يمكن 4 دقائق هو اللي فرق معنا لحال الكرة فوز وخسارة اليوم ممكن خسرنا على ارضنا احنا خاصه اخر الدقائق يعني نقولهم جاء في اخر 5 دقائق ما كنا نتمناها تجي كذا ولكن يعني زي ما يقولون اللي ما يسجل يسجل في بابه وهذه كره القدم يعني الحمد لله وان شاء الله الجاي افضل. اول شيء الحمد لله على النقطه خارج ملعبنا منا وضعنا يعني محرج شوي اخر الدوري الحمد لله نقطه طيبه الحمد لله. اليوم اول هدف لك كابتن في دوري عبد اللطيف جميل ولا لك اهداف؟ لا اول هدف لي لانه مشاركات انا متدبدبه في الدوري إصابات وأمراض لكن الحمد لله على كل حال زملائي مو مقصرين يعني الحمد لله. الأهلي خسر رقم مهم وخسر صدارة كانت في متناول اليد أمام نجران اللي استعاد عافيته مع المدرب البرازيلي أنجوس والمواطنين البرازيليين اللي جابهم أنجوس. كيف شايف هذه الخسارة كابتن؟ هل بالفعل الأهلي مثل ما ذكر مهند عسيري بالفعل كان يحتاج لهذه الخسارة؟ والله طبعا شوف يعني مش شرط إن أنك يعني تحتاج إلى خسارة حتى تصحح أخطائك أو تعرف المشاكل اللي عندك. يعني يفترض أنه أي مدرب أو حتى جهاز الإداري كامل أو الجهاز الفني الموجود مع الفريق يعرف القيمة الفنية للاعبين يعرف القيمة الفنية للفريق يعرف ماذا يحدث في المباريات والأهم من ذلك ماذا يحدث
في الوحدات التدريبية أخوي خليل، مهم جدا أنه الناس اللي جالسة تتابع الفريق الأهلي أو مسؤولة عن الفريق الأهلي بالتحديد أتكلم عن يعني الجهاز الفني المعاون أو حتى الجهاز الإداري المسؤول مباشرة واللي له الحق يتناقش مع مدرب الفريق سواء كان مدير الفريق أو رئيس النادي أو أي شخص، المهم أنه اللي يحضر التدريبات والوحدات التدريبية بشكل يومي مهم جدا أنه يكون يعرف ما يحدث فيها من الناحية الفنية وكيف يتم الاستعداد للمباراة خلال الأسبوع، كيف يتم التحضير للمباراة على المستوى الفني، كيف يتم وضع السيناريوهات اللي ممكن تواجه مدرب الفريق كيف بيتعامل معها، ولما يجي في المباراة يشوف إيش اللي يصير، هل فعلا ما تم تحضيره في المباراة تم العمل به داخل أرضية الملعب، ثم بعد ذلك يشاهد الأداء الفني بالنسبة للاعبين وما يقدمونه في المباريات وما يقدمونه في التدريبات. هذه نقطة مهمة جدا، يمكن البعض يعني ما يعطيها الأولوية أو الأهمية، لكنها هي نقطة مهمة ومفصلية، لأنه احنا نشاهد 90 دقيقة بس خليل، يعني احنا كمحللين او حتى الجمهور الناس جالسة تتابع 90 دقيقة، لكن في اشخاص يتابعون اكثر من 90 دقيقة، نتكلم عن خمس وحدات تدريبية اذا اعتبرنا ان الوحدة اللي قبل المباراة تعتبر يعني وحدة حملها اقل او وحدة ترفيهية، لكن الخمس وحدات التدريبية هذه يكون فيها عمل فني كبير من المدربين، هل يتم يعني متابعتها بشكل جيد؟ انا اتكلم الان بالتحديد على فريق الأهلي، لأنك لما تيجي على مستوى جروس يعني يعتبر واحد من المدربين الكبار الموجودين، يعني هذا شيء المفترض أنه ما يختلف عليه أحد. طيب. لكن لما تيجي حتى على عملية يعني تعامله في بعض المباريات يعني تضع علامة استفهام على القيمة الفنية. طيب. أما كابتن طبعا خلينا بالنسبة للفريق خلينا نشوف بس عشان عندنا نصيب الكعكة الكبيرة لمباراة الجولة، لكن خلينا ناخذ بس بعض مقابلات لاعبي الاهلي ونجران وتحديدا اسلام سراج من الاهلي ومعتز الموسى وعيسى المحياني من نجران. كابتن اسلام سراج نرحب فيك، نقول لكم هارد لك، بالتاكيد نتيجه لم تكن مقنعه بالنسبه للجماهير الاهلاويه وخساره هي الاولى بعد 51 مباراه. شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. الخساره امرار في كره القدم، لعلها يعني ان شاء الله تكون خيرة لنا ونتعلم من تصحيح، تعلمنا كمان تصحيح الاخطاء. مستحيل يعني فريق يعني في العالم يفضل فايز طول الحياه، مستحيل. فهذه خساره امر وارد، وهذا وارجع كريره خيرة لنا ان شاء الله، برضو تعلمنا اخطائنا نصحح، وانا متاكد ان شاء الله انه القادم حيكون افضل. تعرف الوقت هذا وقت صعب، عرفت محتاجين الثلاثه نقاط، صدقني الرجال كانوا في وقتهم يعني في الموعد المحدد، والحمد لله تعرف لازم تفوز ولا هبوط، الحمد لله جاء المهم الفوز. هناك تألق بالنسبة للنجران على الشق الهجومي، تسجلون أعتقد 9 أهداف في 3 مواجهات الأخيرة، معدل مرتفع جدا. الحمد لله والشكر، يعني الآن فترة الشتوية يعني الفريق يعني استقطب لاعبين كانوا مهمين وفرقوا معانا كثير، يعني اعتقد الدور الاول كنا نقدم مستويات بس ما كنا نحقق نتائج ايجابيه، ما كنا نحصل على نقاط. الفرق يعني في الدور الثاني الحمد لله قدرنا ناخذ 6 نقاط من فرق كبيره وفرق منافسه على الدوري، والحمد لله والشكر. حتى مباراتنا مع الشباب كنا متقدمين بهدفين وخسرنا المباراه، الى الان ان شاء الله نواصل المستويات الحلوه هذه. إذن كانت هذه أبرز المقابلات أو أغلبها بمعنى أصح، إلى أن نبقى لمباراة الجولة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. مباراة الجولة الهلال والاتحاد والتي انتهت لمصلحة الاتحاد بهدف دون رد، كانت هذه المباراة هي الأبرز بحكم الاتحاد كان يحتل المرتبة الثالثة والهلال متصدر الترتيب. ملخص المباراة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من ينطق الضاد ويفهمها بلغة العرب، هنا قمة من قمم العرب، عيون الإعلام وقد رفرفت الأعلام. ريباس بيلعبها، الكرة بتصطدم في الحائط بتتخلص بتعود لزياد، يا السلام وكأنه سام المولد
بالتسعين، بالتسعين للعميد اللي جاب العلم الجديد. ناصر الشمراني أيضا من اللاعبين المتخصصين واللي يحبون مرمى الاتحاد من يوم ما كان وحداوي، وبعدها استوى شبابي وتوني يتكلم عنه وحطها، والكرة بتمر بجوار القاعم. خلاص بتعود الاتحاد في مكان سليم، ماجد الخيبري تقدم، ما في حد داخل المنطقة، ماجد يحاول بيلعبها عالية لريفا، خلصها شراحيلي، كرة ملعوبة للهلال أمام المرمى، الغامدي بيخلص، الله، كل الكرات الأرضية للهلال وهجومه من تلك الجهة، جهة الزوري، عبد الله المتواجد حتى الآن بإيجابية، عبد الله بيلعبها عالية وعرضية، كرة لإدواردو، عالية عرضية أمام المرمى، تسديدة من الشلهوب أمامية حلوة للهلال، الكرة لإدواردو باتجاه الميدا، الميدا بيجرب وبيسدد تسديدة قوية، ولكن عساف بيسيطر عليها. هذا أحد الممتعين وأحد المميزين، عبد الفتاح لعبها لريفا أمام المرمى، جحفله جحفلي، الميدا، الميدا بيمر، الميدا يتقدم، الميدا بيلعب للهلال أمام المرمى، لكنها ما زالت ما زالت ما زالت، الكرة عالية وعرضية، مشاهدينا متابعينا مستمعينا عبر NBC FM، أيها الأحبة أينما كنتم وأينما تواجدتم، هذا أجمل وأجمل ترحيب بكم منضمين معنا متابعين معنا. كرة ملعوبة هذه تصل لك، واك واك أمامي، ارتدت بالخطة للاتحاد في مكان سليم، عبد العزيز داخل منطقة الجزاء، عبد العزيز والكرة في القائم المرمى، الله، الهوب عالية وعرضية للزوري، عساف عند الاتحادين، حارس ما شاء الله، البحث عن فهد المولد، ريفا مشاها، فهد أمام المرمى، أحمد عسيري عالية وأمامية، كواك بيتركها أمام المرمى، يكون السوي، والكرة الآن مرتدة للاتحاد، الناظري هل من لقطة حاسم للاتي، كرة ملعوبة لريفا، الكرة ملعوبة فيها، بتتخلص وانتهت الدقائق الأربع، وصافرة النهاية تعلن عن عودة العميد الحقيقية، عن عودة الروح الاتحادية. أنا كوني مدرب الفريق أتحمل كل ما حدث، أخذ المسؤولية هذه على عاتقي. أنا وشيس شيوس كشتيك كونترا هلال لي. أني أخيرا أنا فزت ضد فريق الهلال. كيس تكريد أبات تاتشينشا بارتيدا. بالنسبة لي هذا المباراة الخامسة ضد نادي الهلال. أم كشتيغات انتون مومنت اكستريم دي امبورتانت. فزنا في وضعية كويسة. إنك مومنت أستا شي نوي نعم انجاجات بنتر لوبتا لا تيتلو. في الوقت الحالي أقدر أقول اللي نحن قربنا كثير يعني من ثلاث فرق اللي تلعب على الدوري. هذا بمباشرة كابتن تركي، يعني فوز اتحادي مستحق بهدف مقابل لا شيء، الدوري مثل ما وضعنا في العنوان ولع. خلينا نتكلم على طريقة لعب مرتدات بتوركا لهذا اللقاء. طبعا خلينا نقول بشكل عام، يعني المباراة كانت أنا بالنسبة لي يعني واحدة من أفضل المباريات اللي في الدوري على مستوى سرعة اللعب، سرعة اللعب، سرعة أداء اللعب من الفريقين. ساعدهم أيضا في ذلك حكم المباراة أنه التوقفات في المباراة كانت قليلة، وبالتالي كانت المباراة سريعة على مستوى الأداء والسرعة نقل الكرة من الفريقين. طيب ناخذ رأيك أيضاً على مستوى طريقة الفرص في الفريقين اللعب على المرتدات. أي مدرب يكون عنده لاعبين يعني يعتمدون على السرعة واستغلال المساحات، تأكد خليل أنه راح يستخدم هذا السلاح بشكل يعني بنسبة أكثر في أسلوب لعبة. تكلم عن عبد الفتاح وعن فهد المولد وحتى على مستوى عبد الرحمن الغامدي.
ايضا الشيء الثاني المهم بالنسبه للاتحاد في عمليه لعب المرتدات، الاتحاد لو يعني لو تلاحظ في مساله المرتده بشكل يعني دقيق تجد انه الفريق لما يعمل الهجمه المرتده هو يعتمد بشكل كبير على مونتاري في عمليه الباس اللي هو الباس الطويل، يعمل الباس الطويل يعني بشكل ممتاز ومتقن في الفراغات اللي يتواجد فيها فهد المولد وعبد الفتاح العسيري. اضافه لذلك قراءته الجيده لفريق الهلال بان فريق الهلال يعتمد بشكل كبير جدا على لاعبين الاطراف الزوري الشهراني سالم، كلهم لاعبين يعتمدون على القيمه الهجوميه والاضافه العدديه في الناحيه الهجوميه. السلبيه اللي في الهلال في هذا الجانب بالتحديد في الاطراف انه في حاله الهجوم او بناء الهجمه بالنسبه للهلال تلاحظ انه الشهراني وحتى الزوري يكونوا متواجدين في يعني بعد الثلث الاوسط من ملعب المباراه جاي. وهذا قد يكون متعب بالنسبه لفريق الهلال في حاله انه الفريق الاخر يعمل عليه المرتدات. طيب كيف شفت دفاع الاتحاد في هذه المباراه؟ شوف دفاع الاتحاد يعني في هالمباراه مقارنه بالمباريات السابقه هو افضل حال، يعني على الاقل الاخطاء اصبحت اقل، الانسجام بدا يكون يعني موجود، لانه الاتحاد في المباريات الماضيه حتى قبل بيتوركا ومع وجود بيتوركا المشكله اللي يعانيها خط الدفاع التغييرات الكثيره. خليل دائم يعني كثير من المباريات ما تشاهد نفس تركيبه خط الدفاع موجوده باستثناء فواز باستثناء الحارس القرني وايضا احمد عسيري، اما عوض احيانا يكون موجود احيانا ما يكون موجود طبعا بالظروف مختلفه سواء كان اصابه او حتى ايقافات. زياد الصحبي احيانا شاهدناه يلعب كقلب دفاع في بعض المباريات، لاحظناه في عدم وجود جمال يلعب محور ارتكاز جيد عارف. جمال ماجد الخيبري شاهد مباريات ونشاهد محمد قاسم في مباريات، فهذه يعني هذه التغييرات هي اللي متعبه فريق الاتحاد. طيب على مستوى خط الدفاع والانسجام الموجود فيه، لكن في مباراه امس طيب خلينا ناخذ دفاع الاتحاد مع بيتوركا وبدون بيتوركا، نعرضها لك الحين على الشاشة وناخذ رأيك فيها. نشوف دفاع الاتحاد مع بيتوركا وبدون بيتوركا واللي حنعرضها لكم الآن على الشاشة إذا كانت جاهزة. طيب هذا مع بولوني، أرقام الدفاع في أول 11 مباراة مع بولوني بمعدل الأهداف في المباراة هدف فاصلة خمسة، ومعدل التسديدات اللي على فريق الاتحاد 15.8 والتصديات 3.9، هذه كانت مع بولوني. نشوف الفرق مع بيتوركا في آخر 7 مباريات، معدل الأهداف 0.7، معدل التسديدات 13.4 طبعا التسديدات اللي على فريق الاتحاد، والتصديات 4.4. يعني مثل ما تشايف يمكن كابتن تركي مع بيتوركا أفضل دفاع الاتحاد، إيش اللي غيره؟ هو اللي غيره يعني خلينا نقول لك أسلوب اللعب، أسلوب اللعب بالنسبة لبيتوركا حتى في الفترة الماضية اللي أشرف فيها على الاتحاد هو دائما يعتمد على القيمة الدفاعية للفريق وثم الاستفادة من حالات التحول الدفاعي الهجومي اللي هي المرتدات زي ما ذكرت، لانه يعتمد انه موجود عنده لاعبين يقومون بهذا الدور زي ما ذكرت لك عبد الفتاح المولد الغامدي كلهم عندهم القدره على الانتقال بسرعه للثلث الاخير للفريق المنافس ويساعدهم، انه في لاعبين يساعدون في عمليه التمريرات مونتاري طبعا واكيد على مستوى الخبره على مستوى الرؤيه في الملعب، صحيح يمكن الحاله البدنيه ما هي مساعدته بشكل كبير جدا حتى الى الان، يعني اظن انه مونتاري لو كان اجهز ايضا بكثير بدنيا راح يكون مفيد اكثر، وايضا جمال باجندوع في عمليه التمرير من يعني من لمسه ولمستين هذه تساعد في يعني واحده من اهم اركان الهجمه المرتده انه يكون عندك لاعبين عنده رؤيه كويسه ويلعب يعني عنده رؤيه واضحه للملعب ويلعب من التمريره الواحده والثنتين بس ما يعطي فرصه للفريق المنافس انه يعود، وهذا ما حدث في مباراه امس وخاصه بعد ما سجل الاتحاد هدف، واكثر ايضا في الشوط الثاني اصبح واضح تماما يعني انه الاتحاد يلعب المرتده من خلال الكرات الطويله في الفراغات لفهد المولد وعبد الفتاح العسيري. جيد، هذا بالنسبه على مستوى الدفاع. خلينا نشوف معك ارقام عساف القرني، هي كانت مباراه ايضا خاصه لعساف القرني من خلال هذه الأرقام المعروضة أمامكم. صحيح. التصويبات كانت 5 تصويبات على الحارس ونسبة نجاح التصديات 100%، والتقاط الكرة مرة واحدة والتسديدات عليه 14 تسديدة.
أرقام جيدة لعساف بحكم أنه حافظ على نظافة شباكه في مثل هذه المباريات المهمة مع فريق يملك قيمة هجومية عالية. صحيح خليل، لما تقول نسبة التصديات في مباراة مثل هالمباراة كلاسيكو أو ديربي وصلت إلى نسبة مثلا 90-80% تعتبر عالية، فما بالك ما شاء الله لما تكون 100%، معناته كل الكرات الخطرة اللي وصلت إلى مرمى عساف أو يعني واجهها عساف نجح في التصدي لها. وعساف حتى في المباريات السابقة، مش في هذه المباراة مباراة الهلال فقط، مباراة سابقة كان حضوره جيد، لكن أيضا في هذه المباراة بالتحديد، لأن تكلم عن مباراة يعني مباراة مهمة للفريقين ومباراة فيها تنافس، فيها يعني كلاسيكو ما بين الفريقين، كان فيها فرص، المباراة مفتوحة من خلال اللعب. يمكن صحيح ما كان فيها أهداف كثير، هدف واحد فقط للاتحاد، لكن أيضا كانت فيها فرص قابلة للتسجيل بشكل كبير. جيد، خلينا نشوف كابتن مقابلات هذه المواجهة بين الهلال والاتحاد اللي أجراها بعض الزملاء في أرضية الملعب. هارد لك لأنك لاعب نادي الهلال. حاولنا في المباراة، الله ما كتب، إن شاء الله أن بنعوضه إن شاء الله، أكيد إن شاء الله في المباريات القادمة أكيد. كان في هواء ساعد في سرعة الكرة، توفق فيها الكابتن. الحمد لله أنه برضه يعني في الصدارة عنه وبين النقطة، وهارد لك لنا صراحة، لأن الاتحاد اليوم كان يعني في يومه. ولا تنسى يعني مو بأني أتهرب يعني من المباراة صراحة، بس يعني لو تلاحظ أن تونا جايين من يعني ما بين على يوم واحد تقريبا، بس يعني رجعنا والحمد لله على كل حال يعني صار. بالعكس يعني الشوط الثاني كان يعني الأفضلية لنا، وأنتم زي ما شفت يعني صراحة لعبنا المباراة من أروع ما يكون. طول المباراة كنا بريتم واحد، بغض النظر عن نتائج الفرق الثانية، احنا داخلين المباراة نحقق 3 نقاط. الحمد لله جاتنا الكرة خارج 18 وصلحتها وشتها، الحمد لله من فضل ربي. كابتن، فوز الاتحاد على الهلال راح يأثر على التنافس في صدارة ترتيب او في صدارة الترتيب العام او الذهاب الى لقب دوري عبد اللطيف جميل، هذا بالنسبة للهلال. لا، هو المنافسة راح تكون مستمرة يعني سواء للهلال أو الغيرة، لكنها كانت يعني مباريات بالنسبة للهلال والاتحاد وحتى الأهلي أيضا في مسألة وجودهم في دوري أبطال آسيا، مباراة هنا في الدوري مباراة في دوري أبطال آسيا، بالتالي الآن ستتضح من لديه القدرة على يعني مواجهة الجانب البدني والجانب حتى على مستوى الجانب النفسي والمعنوي في المباريات، وأيضا من يكون عنده يعني القائمة البدلاء اللي يكونون جاهزين، بالإضافة إلى التعامل الجيد من يعني مدربي الفريقين الفرق في المباريات المتبقية. لاحظ خليل أنه أنت لما تتكلم عن الهلال والأهلي والاتحاد في المنافسة، أيضا تضع من الآن من ضمن الخيارات الفرق الموجودة التعاون والشباب، وهم يقدمون مستويات ممتازة ويقدمون نتائج ممتازة بغض النظر عن مباراة التعاون الأخيرة. أضف لهم أنه في فرق أيضا الآن يعني خلينا نقول واضح تماما أنها ما راح تنافس بشكل كبير يعني على الدوري تماما، بالنسبة للدوري راح يكون خارج حساباتها، الفيصلي، النصر، الفتح، الخليج، لكنها أكيد يعني ستحدث تغييرات في لعبة كراسي الصدارة والمنافسة على الدوري، وبالتالي هي ستدخل المباريات ضغوطات عليها أقل بكثير، يعني لأنه خلاص بالنسبة للمنافسة أصبحت الآن واضحة ومحصورة بين الثلاث الفرق هذه بنسبة عالية جدا. ثم التعاون والشباب عندهم القدرة، لكنهم يحتاجون إلى أن الفرق الأخرى أيضا تساعدهم بشكل كبير وتوقف الأهلي والهلال والاتحاد. الدوري في المباريات القادمة أو في الجولات القادمة يعني راح يشهد، متوقع راح يشهد يعني حماس كبير جدا من الفرق، راح يشهد فيه تغيرات سريعة في الدوري، تغيرات سريعة أقصد في المراكز، يعني لا تتفاجأ أنه في يوم تجد ممكن الأهلي في الصدارة، في الأسبوع اللي بعده ممكن تجد الاتحاد، ممكن تجد الهلال، حيكون في تغيرات يعني ما في ثبات، وهذا طبعا أمر إيجابي. شاهدنا في المواسم الماضية فريقين اللي يتنافسون إلى تقريبا آخر الدوري أو آخر جولتين، الآن جاي. إحنا باقي 8 جولات وثلاث فرق تنافس بشكل كبير، وفريقين أيضا عندهم القدرة أنهم ينافسون بمساعدة الآخرين. طيب، أنا أشكرك كابتن تركي السلطان لما خصيتنا فيه عن الجولة 18 وقمة الجولة بين الهلال والاتحاد. شكرا جزيلا، نذهب إلى وقفة قصيرة ومن بعدها نستكمل معكم بقية برامج برو سنتر.